بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبهذه المناسبة الطيبة، مناسبة اختتام شهر رمضان المبارك وما كان فيه من خيرات عظيمة ونعم جسيمة وتجليات زاهرة، وما أنعم الله سبحانه وتعالى فيه على عباده المستغفرين من التوبة وقبول عودتهم إليه، وبمناسبة استقبال عيد الفطر المبارك وما فيه من أفراح وبهجة، يشرفني أن أرفع بهذه المناسبة العظيمة إلى مقام حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان البلاد المعظم حفظه الله تعالى أحر التهاني، داعيا الله تعالى أن يديم عليه نعمة الصحة والعافية، وأن يعيد هذه المناسبة على جلالته بكل خير وبكل فضل. كما أهنئ الشعب العماني المسلم وأهني الشعوب المسلمة جميعا بصيامها وقيامها وتضرعها إلى الله وإنابتها إليه سبحانه وتعالى، والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بأنواع القربات التي ترفع درجاتهم وتبوئهم المقامات العلى عند الله سبحانه. وأسأل الله سبحانه أن يعيد هذه المناسبة على الكل بكليات الخير والإحسان، وأن يمن على عباده برفع البلاء وكشف الضر عنهم. كما أنني بهذه المناسبة الطيبة لا يفوتني أن أدعو نفسي وأدعو إخواني المسلمين إلى اكتساب مكاسب الصيام في شهر رمضان المبارك، فإن الصيام يقرب إلى الله ويقوي عزيمة التقوى في نفوس العباد، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فأرجو من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لاستصحاب التقوى، تقوى الله سبحانه في السر والعلن، ومحاسبة النفس والوقوف عند حدود طاعة الله تعالى، والازدجار عن كل مناهي الله سبحانه، والتقرب إلى الله بأنواع الطاعات وصنوف القربات، لنتبوأ عند الله سبحانه الدرجة التي تقربنا إليه. ولا يفوتني بهذه المناسبة أن أدعو الله سبحانه وتعالى أن ينصر عباده المرابطين والمدافعين ومن حولهم في أرض فلسطين وحول المسجد الأقصى وفي بلاد غزة، وأسأل الله سبحانه أن ينصرهم ويثبت أقدامهم ويزلزل أقدام أعدائهم، وأن يرد إلى المسلمين القدس السليم، وأن يرد إليهم مقدساتهم السليمة، وأن يمكنهم من إقامة شعائر دين الله تعالى في ظل الحرية التامة المطلقة في تلك الأماكن المقدسة. إنه سبحانه وتعالى ولي التوفيق والقادر على ذلك. كما أنني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن على جميع المسلمين بأن يعيد عليهم هذه المناسبة بكل خير، مع صفاء القلوب ومع جمع الشمل ومع التلاحم التام، كما أمر الله سبحانه وتعالى في قوله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تزول جميع الحزازات التي في نفوس بعض المسلمين على بعض، لتجتمع الكلمة على ما يؤلف القلوب ويوحد الصف ويجمع الشتات ويوحد الكلمة، لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. والله تعالى ولي التوفيق، وكل عام والجميع بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.